خلال هذه السنة هذه إن شاء الله بالتنسيق مع عدة قطاعات خاصة قطاع التعليم العالي والتربية وقطاع الشباب والرياضة وقطاع التكوين المهني، أننا نسعى إلى تكوين خلايا إسعافية جوارية سواء على مستوى القطاعات، وبالتالي يكونوا مسعفين على مستوى جميع الأحياء، ويمكن كذلك العمل مع ممثلي المجتمع المدني من جمعيات ولجان الأحياء لرفع من هذه نسبة المشاركة في هذا العمل التطوعي الخيري.